طيب سيد عارف، ننتقل وإياك إلى المحور الآخر، وهو محور الهجوم على مرقد في شيراز وردات الفعل حوله. في البداية قبل ردات الفعل، كيف رأيت هذا الهجوم في هذه المرحلة الخطرة من مراحل هذه الانتفاضة الثورية الإيرانية؟ نعم، بالتأكيد هذا هم نوع من السيناريو المشترك ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقسم الأخرى معروفة باسم داعش، لأنه هذه المنطقة نحن سألنا يوجد 5 سيطرات لحد ما توصل إلى داخل هذه المرقد. كيف دخلوا؟ مثل السيناريو صارت على برلمان إيران قبل 3 سنوات، يقولون دخلت 3 شاب داعش إلى إلى برلمان، وبعدين سوى سيناريو وفيلم وكيف أعدموهم على شاشة التلفزيون. هذول هم يقولون داعش دخل، وداعش على نحن قمنا بهذه العملية. كيف دخلوا هذول المسلحين في هذه كل السيطرات والكاميرات وبسهولة حاملين السلاح؟ هذا النوع من السيناريو يريد إيران يعني يعلن لأهله أنه منطقتنا تحت تهديد أمني من خارج الإيران، وإذا نحن نضيع القدرة والسيطرة راح تدخل داعش وقوات أخرى إلى ويسيطرون على إيران، وإيران يكون مثلا أخطر من ما موجود الآن. هذا نوع السيناريوهات ما حد يصدق بهم يعني. والآن وأنا في انتظار أن ينفجروا مراقد مهمة مثل إمام رزاق خراسان، مراقد أخرى، حتى يسحبون العواطف الإسلامية والدينية باتجاه أنه لازم يقفون المضارة بحسب أو بما يقولون أنه المنطقة تحت تهديد الخطر. فهذا نوع من السيناريوهات يعني، ما معقول هذه النظام بهذه الدرجة وبهذه السيطرات تدخل داعش الآن في كل حدودات الموجودة ما بين قوات إيرانية موجودة في حدود العالم، وكيف دخلوا؟ وهذا نوع يعني السؤال واضع جوابه، رأينا منه من قبل وما حد يصدق بهذا السيناريو.